السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا جماعة كل اللي يشوف الفيديو ده ويشيره على أوسع نطاق قبل ما يتفرج عليه أساسا، لأن الفيديو ده مهم جدا 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 وهيبين لنا قد إيه الغرب بيصدروا لنا السرطان اللي إحنا بناكله. للأسف الشديد مفيش أي رقابة على الواردات اللي جاية علينا من بره كعرب. الفيديو ده في منتهى الخطورة. الفيديو ده بيعرفنا قد إيه الغرب بيضحك علينا، بيعرفنا قد إيه الغرب بيصدر لنا السرطان اللي إحنا بناكله. أرجوكم يا جماعة يا ريت نخلي بالنا ونركز كويس جدا 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 في التقرير ده يا جماعة، يا ريت بعد إذن حضراتكم تنشروه على أوسع نطاق. هنا حضراتكم بيرش التفاح بمواد كيماوية عشان يحفظوه لفترة زمنية طويلة أثناء التصدير أو أثناء التسويق بتاعه. للأسف الشديد جدا جدا المادة دي على فكرة يا جماعة مادة مسرطنة من الدرجة 500. للأسف الشديد بنشتري الخضروات أو الفواكه وبنتعامل معاها إن هي حاجة مسلم بيها وبناكلها بدون ما نغسلها كويس جدا جدا، بدون ما نتعامل معاها معاملات للتنظيف عشان تأمن الحد الأدنى من الاستخدام بتاعها. زي ما حضراتكم شايفين كده أهو بيتم حك التفاحة في المشرط، وللأسف الشديد بتطلع هي دي المادة اللي تم الرش بيها. فخلي بالكم يا جماعة من التفاح. احنا برضو نفس الكلام برضو على الفراولة، بيتم رشها برضو بمادة عشان تحمر وتتغير اللون بتاعها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. ودي اللي بعدها، شوف البتنجان يا مؤمن بيصنعوه من مواد كيماوية اسفنجية ويلونوه زي ما حضراتكم شايفين كده ويبيعوه أحلى بتنجان تاكله في الدنيا. خلي بالكم يا جماعه من المواد المسرطنه دي، ارجوكم ارجوكم. حتى البيض اللي بتستورده بعض المطاعم الكبيره عشان رخيص بتاكله لنا عباره عن بلاستيك قدام حضراتكم. يا ريت نخلي بالنا لو سمحت بعد اذن حضراتكم. خلي بالكم الروج اللي بيتحط على الشفايف مصنوع من مواد كيماويه وبويات تؤدي ب 60 داهيه. خلي بالكم يا جماعه حتى خاص الكاباتشو، بحذر كل المطاعم الكبيره اللي بتشتري خاص الكاباتشو مستورد من بره عشان رخيص. احذروا يا جماعه الخص ده معمول من ماده هلاميه كيميائيه في منتهى الخطوره، زي ما حضراتكم شايفين كده بيقطعها مش هيبان قدام حضرتك الطبيعي من المستورد. ده للمطاعم الكبيره تخلي بالها لو سمحت. ده حتى السمك ما استلمش من الجره. يا ريت بنصح كل ام وكل رب بيت يشتري السمك الطازه الفريش من المصادر الموثوق فيها، عشان السمك زي ما حضراتكم شايفين اصبح بلاستيك، عباره عن بلاستيك بيتباع لينا خصوصا السمك المستورد. خلي بالنا يا جماعه دبابيس الفراخ اللي احنا بنستوردها من بره المتبله اللي فيها تكات وحركات وشقلبظات، هنشوف دلوقتي الكارثه اللي حضراتكم قدام. شوفوا هو بيفتح دلوقتي الدبوس اللي فيه دود دود، لا حول ولا قوه الا بالله. نخلي بالنا يا جماعه، خلي بالكم يا جماعه من المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه اللي بنستوردها وفنقنا بكلمه بيور، زي ما حضراتكم شايفين مصنوعه في بير السلم. حتى خل التفاح والدبسات المستورده زي ما حضراتكم شايفين ما سلمتش برضه. نداء لكل الدول العربيه، خلي بالكم يا جماعه من اللي بيحصل ده، ارجوكم والله لن يجرؤ مثل هؤلاء ان يحملوا المواد دي ويبيعوها ويسطروها لامريكا ولا للدول المتقدمه. الهدف من الكلام ده ان هم ينتشروا في الاسواق العربيه واسواق الدول الناميه عشان يقضوا علينا. ما بيكتفوش بان هم يتربحوا بس، لا ده عايزين يقضوا علينا بالسرطان. ارجوكم خلي بالكم. نداء لكل الدول العربيه، نداء لكل العرب، كفايه سموم بنتسمم بيها من الغرب. يا ريت يا جماعه كل اللي شاف الفيديو ده ينشره ونخلي بالنا كعرب ونخاف على بعضنا. يا ريت نخلي بالنا على صحتنا وصحه ولادنا وصحه العرب. كفايه سموم بناخدها من الغرب، يا ريت نتوحد، يا ريت نتجه للانتاج ونتحول من مستهلكين لمنتجين. ولحد هنا هكون وصلت لنهايه التقرير، واتمنى من حضراتكم عمل شير ومتابعه لصفحه الدكتور احمد حنفي عشان يوصل لكم اهم التقارير اللي ان شاء الله باذن الله هنقف عليها ونوقع عليها. والله ناصرنا من فوق 7 سماوات ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير، دكتور احمد حنفي.